السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناه. اليوم جيت نقدم لكم طبيله ديال 327، ضروري خصها تكون مميزه. جيت نقدمها لكم هنايا بواحد سلطه سيزار، كتجي اقتصاديه وزوينه بزاف، بنينه ومنعشه، وواحد الكوكلي هنايا محمر في الفران. يعني ما كنحتاجو لا باش نفوروه لا نسلقوه نهائيا، كيجي زوين مع كبيده مشرمله، وواحد شيبس كتجي فنه كتحمق، ما كتجيش شاربه الزيت نهائيا، كتجي زوينه وسهله. هلا طبيله دغيا كتوجد هكا كانت الطبيله ديالتنا اليوم ديال 327. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، واللي اول مره كيشوفني ولا كيشوف قناتي ما ينساش يتابون معايا في القناه ويضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. هكا كانت الطبيله، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وفرجه ممتعه. غادي نبدا اول حاجه، غادي نشمل الكوكلي هنايا، غادي نشملو بواحد الشموله يعني كتجي زوينه بزاف، هي باللبن كتجي غزاله، غير جربوها على حسابي. هنايا غادي ناخذ واحد فاش غادي نبدا كنخلط، غادي نزيد اللبن، ممكن تعوضوا بدانو مسوس ولكن اللبن كيعطي طراوه زوينه بزاف. غادي نزيد عليه لاموطار حتى هي كطري الدجاج، الملحه، صلصه الصوجا، الخل، بودره الثومه مع بودره البصل، الا ما كانتش عندكم ديروا جوج دريسات الثومه محكوكين، شويه ديال البزار، سكينجبير. هنايا درت كاتشوب، هذه كاتشوب منزلي راه درتها معكم في فيديو، وهنايا شويه ديال السودانيه. صافي غادي نخلط كلشي وغادي نبدا كنشمل الكوكلي، كنخليه تقريبا شي ساعتين، المهم الا كان عندكم الوقت كثر خليوه. من بعد كندخلو للفران، كنغطيه بابي كويسون كندخلو للفران، كياخد معايا تقريبا شي نص ساعه كنلقاه طاب، كنحيد ليه البابي وكنخليه كيتحمر من الفوق، كيجي دابا غادي نصايبو سلطة سيزار. كناخدو مقيلة كندو فيها شوية ديال الزيت البلدية وشوية ديال الرومية، كناخدو واحد نص زدة ديال الدجاج، كنقطعو هكا شرائح بحال يعني ستيكات، وكنجيبو هنايا وكنبدا كنحمر فيه من جوج ديال الجوانب. كنزيد ليها هكا مليحه من الفوق وشويه ديال البزار، صافي ما كندير لا توابل لا والو، كنبقاو كنقلبوا فيه حتى تيتحمر، ضروري منو كيعطي الذا وتيجي بنين بزاف وكتجي سلطه متكامله. من بعد غادي نصايبو يعني لاصوص سيزار اللي كان يعني هي الاساس ديال كلشي. غادي ناخذ بيضه وحده، غادي نديرو معلقه كبيره ديال طلاموطارد، بودره ديال البصله مع بودره ديال الثومه اختياريين، ما كانش عندكم الميودريس ديال الثومه هانتوما كيف ما غادي يبان لكم، يعني معلقه كبيره ديال طلاموطارد، شويه ديال البزار، العصير ديال المهم الخل. غادي نديرو هنايا جوج ديال المعالق، غادي ناخذو خمسه المعالق خليط بين زيت اليوسيو يعني زيت الروميه والزيت البلديه، يعني انا درت جوج بلديه وثلاثه روميه، انا كنعطيكم المقدار يعني اكزاكت. غادي نديرو كيف قلت لكم بودره البصله مع بودره الثومه، وغادي نزيد شويه ديال الثوم، ضروري منو يعني اساسي في الوصفه، كنزيدو كلشي صافي وكنميكسيو. هنا كتكون عندنا لاصوص وجد يعني بحال مايونيز ولكن كتكون يعني بنكهه اخرى. صافي دابا ملي كنوجدو لاصوص كنحيدوها وكنديرو في نفس الاناء كنديرو الخص يعني مقطع طويل، يعني اي نوع ديال الخص كان عندكم، وكنزيدو شويه ديال لاصوص. وهنايا غادي نقطع خياره، غادي قطعتها هي مربعات وغادي نزيدها معها، كيجي زوين هكا الخص مع الخيار مع ديك لاصوص، يعني كتجي لذيذه بزاف. صافي دابا كنبدا كنقطع هكا في سده ديال الدجاج دي طرونش طوال، كيجي هاد السلطه كتجي زوينه بزاف
متكامله بالنسبه للناس اللي كيديروا ريجيم. ممكن يديروها هكا في الغداء ولا في العشاء، فيها بروتين فيها الخضار وكتجي زوينه بزاف وسهله، ما كتاخذش الوقت نهائيا. صافي هنايا انا خديت يعني الطبق اللي غادي نقدم فيه حتى الدجاج والشيبس وكل شيء، غادي ندير عليه غادي ندير السلطه بحال هكا درتها في الوسط، وغادي نبدا كنستف عليها الطريفات ديال السده ديال الدجاج المحمرين، تندورهم هكا بحال الوريضه. من بعد غادي ناخذ بان دومي، انايا كنكون مقطعاه مربعات وكندهنو بزويته وكندخلو الفاكي يتحمر وكنديرو في يعني كنخلي حتى تيهبط وكنحتفظ به في الثلاجه قد ما بغيتو هكا يعني الشلايض كنجبدو كنلقاه موجود. يعني اي خبز كان عندكم كتقطعوه مربعات كيتحمر وكتخرجوه يعني كيجي هكا زوي كيعطي قل ما شاء يعني الشاده. انتما كيف ما تيبان لكم كنبقى هكا كنستفو في الجناب، هي هو يعني كنديروه من الفوق خصو ما يكونش في بلاصه ناديه باش ما كيتميش. صافي وكندير فوق بيته شويه لاصوص، وكتكون هنايا انا اختاريت باش نزيد عليه شويه ديال هكا فرماج متلت. الا ما كانش عندكم ماشي مشكل يعني ديروا فرماج ساندويتش لاي فرماج نتوما كيعجبكم، يعني هذا كتبقى هي مساله تاع التزيين وصافي. هنايا صايبت واحد المقبلات كيجيو زوينين بزاف، خديت يعني كمير عادي قطعتو هكا دي طرونش ودرتو في لاطه اللي غادي ندخلو فيها الفرن. هنايا كانت سيطه عندي واحد لاصوص تاع البيتزا عاديه جدا، يعني تنديرها بحال هكا، وغادي ندير فوق منها شويه ديال الطون وغادي ندخلهم للفرن. كيجيو لذاد بزاف وزوينين، كيبقاو محتفظين على القرمشه ديالهم وخا يبقاو في الثلاجه، يعني وقت ما بغيتوهم تاكلوهم في السحور ولا في اي وقيته نتوما باغيين. غادي ندوزو دابا نصايبو تشيبس. هنا انا قطعت بالماكينه يعني هكا تشيبس تكون رقيقه، ضروري خصها تكون رقيقه بزاف، وخديت واحد الكاس ديال الدقيق الفورص مع كاس ديال الماء وشويه ديال التحميره شويه ديال بودره الثومه. صافي وغادي نزيد عليه الملحه والبزار كيف ما غادي يبان لكم، وغادي نخلط كلشي مع واحد نص خماره، يعني هذا هو الخليط اللي كنديرو فيه بطاطا باش كنقليوها. يعني عقلتو كاس ديال دقيق الفورص، كاس ديال الماء، الملحه والبزار وبودره الثومه ونص خماره، وكنخلطو كلشي وكنبدا كنرمي فيه بطاطا وكندير في الزيت اللي هي تكون سخونه مزيان. هنايا نسيت ما درت شويه تاع الخرقوم شفتو في الاخر. صافي كنبدا كنهز البطاطا كنلوحها في داك الخليط وكنهزها بالمعلقه كنديرها في المقله تكون فيها الزيت سخونه. وواحد المساله اخرى كنبهكم ليها، اي حاجه بغيتو تقليوها هكا معقوده ما ديروش الفرشيط، حيت الا درتو الفرشيط غادي تثقب لكم البطاطا وغادي تدخل لها الزيت تشربها. يعني الا بغيتو تقلبوها قلبوها بالمعلقه. وغادي نقدم لكم دابا ان شاء الله كيفاش جا الطبق النهائي. ها هو الطبق النهائي ديالنا من بعد ما وجد، شوفوا كيفاش تيجي زوين بزاف. ديك يعني السلطه كتجي فنه وكتكون عارفه عاطيها مقرمشه. شوفوا حتى الشيبس كيفاش جات، هنايا دات كبيده مشرمله عادي جدا كلشي كيعرفها. هنايا لعبت شويه على شويه تاع اللوينات، زدت خيزو محكوك، كبيده مشرمله دات فهاد الزليفات هكا بيضين. الشيبس هي كتقدم سخونه، الدجاج شوفوا كيفاش تيجي اللون ديالو كيجي محمر وبنين بزاف. انا خليته حتى طاب وزدت فوق منه شويه تاع لاصوص صوجا باش كتعطيه حموضه وكتعطيه منظر زوين. وكنقدم ديك لاصوص اللي شاط ليا من لاصوص سيزار، الا شي واحد الا بغى يزيدها ولا يسقي اي حاجه بغى. بالنسبه للمقبلات شوفوا كيفاش تيجي، وهكا كانت الطبيله ديالتنا اليوم مع عويصير وحليبه والديسير. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم بزاف، وما تنساوش من لي لايك ولي كومونتير ديالكم الزوينين وفرجه اسمحوا لي ماشي فرجه ممتعه، سالينا دابا الفرجه. وشكرا لكم بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.